تم اعتماده منذ 2019 وقت لأول مرة في تاريخ المغرب نعتمد يعني قانون إطار للارتقاء بالتعليم يعني يمتد إلى 2030. طيب. وبالتالي كانت هناك مجموعة من المؤشرات. ما الذي حال دون التوافق؟ هذا هو سؤالي سيد مصطفى السيفاني، ونحن تابعنا ما أقدمت عليه الحكومة وحتى وزارة التربية، وربما فسرناه في أكثر من مناسبة، ولكن الآن لماذا لم يتم التوصل إلى حل لهذا المشكل باختصار شديد حتى أوفي ضيفي في الجانب المقابل حقه من الوقت؟ كانت هناك مجموعة من المطالب تمت الاستجابة لها جميعها بما فيها الانتقال من نظام العقدة إلى النظام الأساسي. إذا سمحت لي فقط بعض الامتيازات المتاحة لهذه الفئة من غير يعني من في إطار الممثلة لها جميع الحقوق، حق في الترقية، حق في التقاعد، في أيضا في تغيير مسار مهني ولا ارتقاء فيه. بالنسبة لها تستفيد أيضا هذه الفئة إسوة بباقي موظفي القطاع من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والأكاديمية، تؤدي مساهمة سنوية لفائدة هذه. إلى سمحت لي الموظف الذي تعتبره أنت في هذه الوضعية الهشة يستطيع أن يستفيد من خلال هذه المؤسسة من الاستشفاء خارج المغرب لمدة 45 يوم. طيب. إذا تطلب ذلك نقلا ذهابا وإيابا بالإضافة بمعنى أنه يتمتع بنفس الامتيازات. أنا أود أن أسأل ضيفي سيد يوسف علاكوش نفس سؤال، كاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، كيف نفسر أن هذه الأزمة لم تجد حلا لها حتى الآن؟ كيف نفسر أن المدرسين المتعاقدين ما زالوا حتى هذه اللحظة يخرجون إلى الشوارع، يتظاهرون، يعتصمون، يضربون، خاصة أن القطاع حساس جدا، تأثر بأزمة كوفيد 19 وها هو يتأثر مرة أخرى بهذه الأزمة التي لم تنتهي. سيد يوسف علاكوش الكلمة لك، تفضل. نعم، في البداية لابد أن أوجه الشكر لنساء وجه التعليم الذين واجهوا وكانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة كوفيد 19، حيث أبلغوا البلاء حسن وفعلا تمكنوا من إنجاح كل المحطات الدراسية، وأخص بالذكر الامتحانات الإشهادية. لكن لنعرف الحقيقة، التعاقد بدأ بمقرر لوزيرين، وزير التربية الوطنية ووزير المالية، في 7 أكتوبر 2016 كفكرة، ثم تطور في 2018 فأصبح نظام يعني خاص بالأكاديميات، لكن في 2018 لا زالت هناك العقدة. وبعد ذلك في 13 مارس 2019 تم تعديل هذا النظام الأساسي ليتم التخلي عن العقدة. أقول بأن هناك ارتجالية واضحة، هذا المستوى الأول من حيث الشكل، بمعنى حكومة لا تمتلك الرؤية، لا تمتلك المبادرة. اصلا نحن في المدرسه نعرف مجموعه من 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 الاكراهات التي تحقق تعطل مجموعه من الاصلاحات. نحن كنساء ورجال التعليم احسسنا بان هناك انشطار الى فئتين، الى جسمين غير منسجمين، فئه من الاساتذه التابعه للنظام الاساسي للوظيفه العموميه، وفئه يقولون او يزعمون بانها ستكون تابعه للاكاديميات. وساطرح السؤال المباشر، هل الاكاديميه لديها الحق لتوظيف اطر تربويه؟ احيل على السيد مدير الاكاديميه وهو يعلم يعيد ذلك جيدا، الماده 11 من القانون المنظم المحدد للاكاديميات 070 الذي يقول يمكن للاكاديميه ان تحدث هيئه المستخدمين، ومن وهاد المستخدمين عم توظفوا اعوانا وليس اساتذه، وليست لها ميزانية قررت تمر عن طريق مجلس التمرير. هذا قانون من 2000 وحنا في 2021. الحوار لما لم يؤتي أكلة سيد يوسف علاكوش. الحوار لما لم يؤتي أكلة حتى نفسر لمشاهدينا. نعم، لنفسر بشكل جلي لماذا حتى الاحتجاجات. أقول بأن وزير داخل هذه الحكومة، وزير أجاب في البرلمان في أشهر قليلة بأنه لا مشكلة لديه لإدماج هذا الأطفال في الوظيفة العمومية. طيب. ورئيس الحكومة يقول بأن التوظيف الجهوي ولا وجود لموظف جهوي على المستوى الوطني. هناك أفكار كما قال تحديث، ولكن القانون أسمى من نظام أساسي. القانون المحدد للأكاديمية الذي يخضع له أسمى من نظام أساسي الذي يعدل عن طريق المجالس الإدارية. طيب. وبالتالي الخلل أين يكمن؟ في التدبير الحكومي الذي تنتهج من خلاله سياسة الهروب إلى الأمام. كيف ذلك؟ لأن
عندما يسمع الأستاذ بأن وزير ليس لديه مشكل في إدماج الوظيفة العمومية، ويأتي رئيس حكومة يقول هذا خيار استراتيجي، ويسمع وزير آخر بأن التعاقد قد انتهى، هذا الغبش كله يخلق مجموعة من الأسئلة. خرج الأستاذ المتعاقد ليبحث عن الأجوبة الحقيقية عن طريق الاحتجاج السلمي المطالبة بحقوق طيب. عادلة، وهي الإدماج في الوظيفة العمومية ليحقق الاستقرار طيب. النفسي والمعنوي. طيب ثمة أن لا يمكننا نحن كنساء ورجال التعليم أن نقبل أن هناك جسمين داخل نفس المؤسسة الواحدة. واضح ثمة طيب. سأعود إليك سيد يوسف على كوجه. سيد مصطفى السليفاني، يعني ضيف يقول أن ثمة ضبابية، ثمة حتى ارتجالية، ثمة تعاطي مزدوج أحيانا غير مفهوم مع هذا الملف، وكثيرون يطرحون السؤال، تتحدث عن تنازلات ربما قدمت أيضا في هذا الملف، ولكن كثيرون يقولون أن القرارات ليست منزلة، يمكن التراجع عنها هذه القرارات إذا ما كانت في المصلحة العامة. إذا كل هذا الزخم الاحتجاجي الذي يدوم، آخر مرة ربما تحدثنا فيها كانت في 2019 عن هذا الموضوع تحديدا، ما الذي يحول اليوم أمام الوزارة المعنية بالتراجع عن هذا الأمر؟ حتى نفسر لمشاهدينا، وإدماج هؤلاء كما يطالبون به في الوظيفة العمومية بشكل كلي، خاصة وأنك كما تقول يتمتعون بنفس الامتيازات ونفس الحقوق. سيد مصطفى السيفان، البرنامج عمر البرنامج قصير ولا بد أن تعطيني حقي حتى لا يمكن أعدك أنك أخذت حتى أكثر من الضيف الجلب المقابل، تفضل لا ضير. الانسجام الفئات، احنا على مستوى القطاع لدينا 16 فئه فقط، اعطيك مثالا الاكاديميه فقط فيها المحامي، الممول، المتصرف، المهندس، التقني، الاستاذ، يعني الاطار التربوي، هناك يعني 300,000 اطار على مستوى المنظومه، اكبر عدد من الموظفين، وبالتالي الحديث على الانسجام هذا امر فيه نوع من المغالطه. بالنسبه للتوظيف الجهوي، التوظيف الجهوي اتاح إمكانية توظيف أكثر من 100,000 موظف في ظرف قياسي، في ظرف 4 سنوات، الأمر الذي لم يكن متاحا قبل ذلك، لأننا لم نكن نتجاوز سنويا 4,000-5,000 موظف. اليوم الأكاديميات كمؤسسات عمومية استطاعت أن توظف أكثر من 100,000 مدرس جديد. التوظيف أي الجهوي أيضا أتاح فرصة لحامل الشهادات الذين كان يتعذر عليهم ولوج المناصب يعني القارة بناء على يعني الانتقاء الأولي الذي كان يجرى سابقا، اليوم أكثر من 200 حوالي 300,000 شاب تقدموا لهذه المباريات طوعا راغبين في القطاع. أيضا عامل سيفان، لم تجبني عن سؤالي، لماذا لم يتم إدماج هؤلاء؟ لا أحد ينكر ربما هذا التقدم الكبير من حيث الانتداب كما كنت تتحدث عنه منذ لحظات، ولكن لماذا لا يتم إدماج هؤلاء في الوظيفة العمومية كما يطالبون بذلك؟ هم مدمجين في إطار والتوظيف العمومي الجهوي مع المؤسسات التي تعتبر مؤسسات للدولة، علما بأنه توضيح، سأكون صريحا، هذه الاحتجاجات التي تم التحدث عنها نحن ايضا لا نعرف من يقف وراءها وما هو الهدف، لانه قمنا بتكثيف اللقاءات التواصليه مع الفاعلين، مع على مستوى جمعيات الاباء، على مستوى هذه الفئات، مع النقابات، مع الجميع، وشرحنا كل ما يمكن شرحه حول التوظيف الجهوي المعتمد والخطوات التي تم تحقيقها لصالح هذه. اذا اسمح لي، القطاع اليوم يعرف ديناميه مهمه، زيارات مكثفه للسيد الوزير والفريق المركزي للجهاد، يعني استقبال من طرف السلطات الولائيه والمنتخبين، توقيع اتفاقيه شراكه وازنه لدعم القطاع، اذا لمساره اليوم يتم التشويش على هذه الانجازات، اقول بانه مغالطات، يجب ان اليوم ان تتاح الفرصه لنا من اجل توضيحها ومن اجل ايضا التصدي، لانه مصلحه التلميذ فوق كل اعتبار. منبرنا مفتوح سيد مصطفى السليفاني، متى اردت ومتى ارادت الوزاره، اذا كان هناك اي ضيف يرغب في التعبير عن رايه في هذه المساله فهو مرحب به متى شاء. سيد يوسف علاكوش، تبقت لدي فقط دقيقتان، انهي معك، لا نعرف من يقف وراءها، يقول ضيفي، ويتم التشويش على هذه الانجازات، اختم معك لو سمحت. أقول بصوت صريح أن الإدارة التربوية
والاساتذه المطالبين بترقيب الشواهد، والاساتذه التعاقد، وايضا الاساتذه القائم بعلم السنه العاشره، ومجموعه من الفئات المحتجه ليست لها اي مطالب سياسيه. مطلبها الوحيد هو تقديم حل عادل، وانا اجزم بان لو قدم الان حلول لهذه الفئه غدا لن يصبح اي محتج، وسيكون هناك سلم تربوي الذي تحتاجه. ما طبيعه الحل العادل من وجهه سيد يوسف على كوش؟ اذا سمحت، الحل العادل ما طبيعته؟ هو انا لم اقاطع اي احد واتت، لا لن يقاطعك، كلمه الختام لك. اقول بان لا مدرسه بدون مدرس، ولا مدرس بدون كرامه، ولا يعني عداله اجتماعيه، وبالتالي الحل هو الفتح الحوار المباشر مع المعنيين بالامر ومع النقابات التعليميه، وتقديم حلول عمليه وليس فقط مجرد كلام، لان نعلم ان لدينا من الدفعات القانونيه الذي قد يدحض كل ما 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 قيل، ومن من باب اولى كان ان نقف وقفه يعني المسؤول الحكومي الذي يعني يعي حساسيه اللحظه ويقدم حلول، لا ان يهرب الى الامام، لاعتبار امر اساسي هو ان نساء ورجال التعليم هم يبحثون فقط عن الحلول الواقعيه، وليست لهم اي مطالب سياسيه في الموضوع، بمعنى الذي يدفع بهذا الامر نحن كنقابه تعليميه، ممكن ان نصد اي تشويش، لكن فقط نحتاج الى الحلول، اذا تقدمت لنا الحلول اليوم غدا الكل سيكون في المؤسسات التعليميه، بمعنى الوزاره والحكومة لها الحل، هو أن تقدم الأجوبة الكافية والشافية، ولنا أن نتصدى لأي طرف قد يستعمل ذلك لأغراض سياسية. إذا الحل بيد الحكومة إن أرادت أن تستعمل الحفاظ على الصيانة والتصالح مع المدرسة المغربية. سيد مصطفى سليفاني، 10 ثواني فقط أعطيك، و من بني ملال 10 ثواني. كل المطالب من النقاش على اساس احترام اختيارات الاستراتيجيه للدوله وتحقيق التوازن بين ثنائيه الحق والواجب، هذا التوازن تطلع به النقابه التعليميه من باب دورها التاطيري بدور كبير حفاظا على مصلحه التلميذ. اشكرك. باعتباره مواطن الغد. وهذا ما يجب التفكير فيه، مصلحه التلميذ اولا وقبل كل شيء، من اجل ربط جسور الحوار. نرجو ان لا نعود الى هذا الموضوع في فقره وجها لوجه. كل الشكر الجزيل لكما على هذه الحلقه من بني ملال، السيد مصطفى سليفاني مدير الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين بابني ملال خنيفره، كل الشكر الجزيل لك. كل الشكر الجزيل لك ايضا من الرباط سيد يوسف على كوش، الكاتب العام للجامعه الحره للتعليم المنضويه تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ولكما الدعوه مفتوحه وللجميع للتدخل معنا متى شئتم ومتى شئتما. كل الشكر، كنتما معنا في فقره وجها لوجه. عمق الحدث المغاربي الان مشاهدينا الكرام، والموجه الثانيه لفيروس